حاجة صوريها يعني. داعش دخول مدينة الرمادي من خوارجها محاورها الأربعة، ولكن الحمد لله الشرطة المحلية وأبناء العشائر كانوا لهم في المرصاد، ضربوا سياراتهم المفخخة، تم تفجير أحد السيارات اللي هو شفر وقبل أمر على جسر سد الورار. الحمد لله اليوم أبناء العشائر والشرطة هم المسيطرون على الأرض. اليوم أنا أتحدث لكم من داخل مركز مدينة الرمادي. مركز مدينة الرمادي اليوم تحت سيطرة القوات الأمنية.